اهلا وسهلا بيكم شباب الخطه، احلى شباب، شباب تالت اعدادي. يلا بينا نعيش مع اول حاجه في الهندسه التي طالما انتظرناها. قال لي ايه هنتكلم في الهندسه النهارده؟ قلت له الهندسه اول حاجه يا باشمهندس تعالى نحكي قصه صغيره حلوه واموره. بيقول لحضرتك لو انت عندك الكراسه بتاعتك، قال لي مالها؟ قلت له فيها نقطتين وعايز تقيس المسافه بينهم، بتعمل ايه؟ قال لي طبيعي طبعا بجيب بين. صح، بتجيب المسطره بتاعتك وتقيسها سنت اتنين حسب ما تطلع. قال لي طيب لو مسافه اكبر شويه، قال لي يعني اللي انت في الشارع وعندك نقطتين هل هنجيب المسطره؟ قال لي لا طبعا هنجيب المتر الكبير، المتر ده بيجيب لغايه 100 متر. قلت له ده كلام جميل، يبقى طريقه القياس اول حاجه المسطره، تاني حاجه المتر. لكن لو حاجه ثالثه مثلا عايزين نقيس المسافه ما بين اسكندريه ومين تاني؟ قال لي وايطاليا. هل هنجيب المتر ونعوم في البحر نشوفه؟ قال لي طبعا لا، او مفيش متر. قال لي طب بعمل ايه؟ هو ده قصتنا النهارده. الجي بي اس يا باشمهندس بيحدد لك النقطه دي الاحداثيات بتاعتها كام، والنقطه دي الاحداثيات بتاعتها كام، ومبرمج ان هو يجيب المسافه بينهما. قال لي ازاي؟ قلت له ما ده اللي احنا هنشوفه النهارده يا شباب. لو انا عندي نقطتين، نقطه اولانيه ونقطه ثانيه، النقطه الاولانيه فيها احداثي سيني واحداثي صادي، والنقطة التانية احداثي سيني واحداثي صادي. فكلام النهاردة يا احلى شباب ازاي اجيب طول المسافة بين نقطتين، طول المسافة بين نقطتين. قال لي قانونها صغير حلو وامور. قلت له ايه هو؟ قال لي بنقول جذر. بص 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 بص، بطرح السين دي من السين دي او السين دي من السين دي، بس عليها تربيع. فرق السينات تربيع، فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. قال لي القانون ده انا ما حفظتوش يا استاذ. قلت له تعالى نقول لك ليه سريعا كده. لو انا عندي نقطه هي ونقطه هي، الجزء الاولاني ده سين 2 والجزء الاولاني الكبير ده اسمه سين 2 والاولاني سين 1، يبقى الفرق قال لي سين 2 ناقص سين 1. كذلك النقطه دي اسمها صاد 2 والبعد بتاع الاولانيه صاد 1، لو طرحناهم من بعض صاد 2 ناقص صاد 1 بفيثاغورس، هيبقى جذر سين 2 ناقص سين 1، وهو ده اللي انا قلت لحضرتك احفظه. اوعى تنساها، سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع. هتكررها معايا نقولها بالعربي، فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. الجذر تحت ايه؟ الجذر تحت ايه؟ فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. قال لي طب تعالى بالامثله يا استاذ هنثبته. قلت له يلا بينا نثبته. اوجد البعد بين نقطتين، دي نقطة ودي نقطة. قلت له يلا نسمي الله ونقول البعد بيساوي جذر اوتوماتيك على طول النقطة دي. بص بص، ممكن تقول سين واحد صح وصاد واحد، ودي سين اتنين وصاد اتنين. يعني ايه؟ دي النقطة الأولى، عشان كده بكتب عليها سين واحد وصاد واحد. دي النقطة التانية سين اتنين وصاد اتنين. يلا نطبق القانون، يلا نطبق القانون. سين اتنين ناقص سين واحد وعليها تربيع، صاد 2 ناقص صاد 1 وعليها تربيع، والجذر تحت الجذر، ونقول يلا بينا. نطرح السينات من بعض، 5 ناقص 3 ادي الخمسة، 5 ناقص 3 وعليها تربيع، زائد 1 ناقص 2 وعليها تربيع، وربنا يخلي لي الآلة. قال لي ممكن من غير الآلة؟ قلت له ممكن من غير الآلة. قال لي إزاي؟ 5 ناقص 3 2 تربيعها 4، زائد 1 ناقص 2 سالب 1 تربيعه 1. قال لي الناتج، قلت له يطلع جذر 5 وحدة طول. وخلي بالك يا جميل، احنا شغالين في الاعداد الحقيقية، يعني يطلع 2 3 4 نص ربع خمس، يطلع جذور جذر 5 جذر 7 اي رقم اقول له شكرا دي كده وحدة طول. قال لي طب واستاذ دي بتتعمل بالآلة؟ قلت له بتتعمل بالآلة. قال لي ازاي؟ قلت له تعالى نشوف الآلة بتاعتنا فين. اهي الآلة، احلى آلة، هات الآلة كده وتعالى نعملها. يلا بينا، جذر جميل. قلت له أحلى جذر، هفتح قوس 5 ناقص 3، فتحت قوس 5 ناقص 3 وقفلت القوس وعليه تربيع، كده كتبت الأولاني، زائد أحلى زائد قوس تاني 1 ناقص 2 وقفلت القوس وعليه تربيع بيساوي، طلعت جذر 5. يعني عملتها بإيدك، عملتها بالآلة. قال لي ملحوظة. قلت له قول لي الملحوظة. قال لي يا أستاذ وأنا بطرح النقط، هعيدها تاني بسرعة، فرق السينات تقول 5 ناقص 3 الكل تربيع صح، لو قلت 3 ناقص 5 برضه صح، لان التربيع مش مشكله لو بدلت فيه.
وكذلك الصادات، تقول 1 ناقص 2 ولا 2 ناقص 1 برضو مش فارقة. عشان على عشان كده يلا نحفظها بالعربي، وبقولها لك تاني بالعربي اهي: مربع فرق السينات ومربع فرق الصادات، او فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. قال لي نتدرب تاني، قلت له نتدرب تاني، لا اتفرج عليا بس في دي. اوجد البعد بين النقطتين الواقعتين في مستوى واحد. قلت له حاضر، البعد يساوي جذر العملاق. بص 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 بص، القلم عارف ان في تربيع، فرق السينات تربيع. اكتب يا استاذ 2 ناقص 8 ولا 8 ناقص 2؟ مش فارقه، اكتب اي حاجه ناقص اي حاجه. 8 ناقص 2 وعليها تربيع. قال لي طب والصادات؟ قلت له برضه 12 ناقص 3 ولا 3 ناقص 12؟ اي حاجه يا جميل. قال لي بس كده؟ قلت له بس كده. قال لي طب قيمتها بتيجي ازاي؟ قلت له طبعا بتيجي بمخي، وده مخي احلى حاجه، الحمد لله على نعمه المخ، ده حاجه جميله. فين الجذر؟ قال لي لا شيل دوت وهات جذر جديد. يلا بينا نفتح القوس الجميل. 8 ناقص 2 وعليهم تربيع. ادي فتحت القوس. اه يا استاذ 8 ناقص 2 وقفلت عليه تربيع. زائد، قلت له احلى زائد، 12 ناقص 3، ادي 12 ناقص 3 قفلت القوس وعليه تربيع. واخد بالك ان كل ده تحت جذر واحد بيساوي؟ قال لي 3 جذر 13. ما تستغربش من الارقام اللي يطلع في الاله اكتبه. لو لقيت ده في الاختيارات يبقى انت صح الصح. وساعات تانية يا باشمهندس ما يجيليش رقم جذر كده، يجيلي رقم 10. ازاي اعمل ده 10؟ بص 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 على الشاشه. صح، لو شايف اس دي ده، لو اتكيت عليه يدي لك 10 و81، يعني ده بيحول من 10 لجذر. قال لي بس كده؟ قلت له بس كده، 10 و81. طب يلا كده اهي، بص بص بص، دي بيساوي بس تقريبا 10 و81 وحده طول. انا ليه مش بقول سنتي ولا متر ولا، لاني ما اعرفش الوحده بيساوي. فهنا لما باجي اقول حاجه بقول وحده طول بعد ما احلها. بس اللي يهمني القانون. حفظته؟ قال لي اه حفظته. قلت له طب تعالى واحد تاني، فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع، ده تحت الجذر. اوجد البعد بين النقطتين، النقطه الاولانيه 1 و4 ونقطه الاصل. قلت له ايه نقطه الاصل؟ قال لي لا ده احنا حافظينها يا استاذ كلنا، اللي هي 0 و0. نقطة الأصل اللي هي بتاعة المحاور لو فاكر، يعني القطعة بتاعتي دي واو وميم، عايز أوصلهم. قلت له حاضر، بص بص بص، ممكن أقول ميم واو أو واو وميم، يعني إيه؟ من غير ما أكتب حاجة فوق معناها طول. ها أنا مستني أسمع القانون منك، فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. يلا يا جميل نقول مع بعضينا، أدي فرق السينات تربيع وأدي فرق الصادات تربيع، ده القانون اللي هنعيش معاه النهاردة. الفقرتين بتوعنا أحلى فقرتين، 1 ناقص 0 وعليهم تربيع، 4 ناقص 0. قال لي لا يا استاذ دي محتاجه، مش محتاجه آلة. قلت له اي حاجه ولو عملتها برضه بالآلة صح يا جميل. 1 ناقص 0 ما هي الواحد، تربيعه 1. 4 ناقص 0 برضه زي قلتي هي 4، تربيعها 16، يبقى الناتج جذر 17. ولو عملتها بالآلة هتطلع برضه جذر 17 وحده طول. جميله ولذيذه، بس الالذ نبدا بقى انك توقف وتشتغل بايدك. يعني اللذيذ انك توقف كده وترجع انت تحلها تاني. المسائل اللي فاتت دي يا رجاله كنت بجيب لك النقطتين واقول لك هات البعد. قال لي وبعدين؟ قلت له خلصت انا كده خلاص. قال لي خلصت؟ قلت له اه خلصت الحته الاولانيه اللي لازم تتدرب عليها بايدك. قال لي طب الحته الثانيه؟ قلت له تعالى نعكسها. يقول لي البعد بالنقطتين، بس خلي بالك سين و7 سالب 2 و3 يساوي 5، يديني البعد اهو اهو اهو، ده البعد اهو، مديني البعد وعايز رمز من الرموز. قال لي عادي جدا خالص، بكتب القانون الجميل. ايه البعد بين النقطتين؟ ها فرق السينات تربيع، مش سامع مش سامع، قول لي كده. يبقى كام؟ س ناقص ناقص. قال لي ما ينفعش يا استاذ. قلت له ايه اللي ما ينفعش؟ قال لي في حد برضه بيكتب ناقص ناقص. قلت له ليه؟ ما هو القانون س ناقص ودي ناقص. قال لي خلاص قول سالب في سالب بموجب، يعني اعملها على بعضها زائد. س ناقص ناقص 2 يعني زائد 2 وعليها تربيع، زائد والصادات 7 ناقص 3 وعليها تربيع. استنى استنى استنى، هو قال لك بيساوي كام؟ هو قال لك بيساوي 5. قال لي جميله يا استاذ، ايه اللي مطلوب؟ قلت له مطلوب بقى تطلع لي س منين. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له يلا بينا نعيش معاه. اول حاجه، الحاجه اللي انت عايزها تحت الجذر. قال لي يعني هل ينفع ده اعمله بالاله؟ قال لي لا. ليه؟ عشان في رمز والرمز مش هيتكتب بالاله. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له لازم اتخلص من الجذر ده. اتخلص من الجذر الجميل بتاعي ده ازاي؟ قلت له تعالى لما تلاقي جذر وعايز تتخلص منه
ربع الطرفين. اعمل ايه؟ ربع الطرفين. التربيع بيشيل الجذر، التربيع قال لي يعني ايه؟ قلت له بتتكتب من غير جذر خلاص. 7 ناقص 3 4 تربيعها 16. 5 اس 2 ب 25، واخد بالك من دي؟ الخمسه ربعتها والجذر لما ربعته طار، بقت مساله عاديه، اي حد جميل فيكم يجيبها. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز السين. قال لي تعالى نتخلص من اللي جنبه ده، يروح فعلا. برافو عليك، باشاره مخالفه. بص بص بص، سين زائد 2 الكل تربيعها 16، دي موجبه. لو راحت الناحيه الثانيه برافو برافو برافو، ال 16 الموجبه لو راحت هناك تروح بالايه؟ بالسالب. 25 ناقص 16 9. عايز حد يكمل معايا. قال لي يلا ازاي اجيب سين؟ سمعتك سمعتك، بس عايز اقول لك حاجه اسهل. قوس تربيعه 9، يبقى القوس لوحده بكام؟ مستنى اسمعك. قوس تربيعه 9 يبقى من غير تربيع، ايه الرقم اللي تربعه يطلع 9؟ برافو، بس فيها حاجه. قال لي ايه هي؟ 3. التسعة جذرها 3، يبقى س من هنا بتساوي كام؟ ودي الاثنين هناك، يبقى 3 دي موجب 2 تروح بسالب 2. كده كلامك صح، بس ناقص حته صغيره. قال لي ايه؟ قال لي التسعة يا استاذ دي لما تيجي اقول لك الجذر التربيعي ما تقولش 3 وبس، في حاجه ثانيه. صح صح، وسالب 3. التسعة التسعة جذرها 3 وسالب 3. قول تاني كده، التسعة جذرها موجب او سالب، يعني انت حليت كده حل صح، بس ده الحل الموجب. بكتبها تاني مره واحطها بالسالب، ومن هنا بجيب السين برضو. سالب 3 اهي، موجب 2 تروح هناك بسالب 2، يبقى السين سالب 3 وسالب 2 سالب 5. قال لي جميله ورائعه ورائعه، وعشان كده هقولها لك تاني. صل على النبي. بيقول لحضرتك النقطة دي فيها رمز مجهول، النقطة دي والنقطة دي البعد بينهم بيساوي 5، أعمل إيه عشان أجيب السين؟ صح، قلت له يلا نكتب الجذر. فرق السينات تربيع، سين ناقص ناقص 2، ناقص ناقص يعني زائد وعليها تربيع، 7 ناقص 3 وعليها، كل ده هو اللي بيساوي 5. بصيت للسطر الجميل ده، كل حاجة جميلة بس عايز سين. قلت له سين دي عشان أجيبها لازم أتخلص من الجذر. بتخلص من الجذر ازاي؟ بتربيع الطرفين. قولها تاني كده، ايه؟ بتربيع الطرفين. لما ربع ده الجذر هيطير، ولما ربع الخمسه بقت كام؟ 25، بقت معادله شبه اولى اعدادي بالظبط. قال لي بعمل ايه فيها؟ قلت له ده حاجه مجهوله، في س مجهول، الرقم ده زائد يروح الناحيه الثانيه باشاره مخالفه. يعني القوس ده لوحده بيساوي يا استاذ 25 ناقص 16 9. قوس تربيعه 9 يبقى القوس بكام؟ برافو، اهو اهو هكتبها تحتيه، يبقى س زائد 2 بكام؟ قال لي جذر التسعة 3 موجب او سالب. جذر التسعة 3 موجب او سالب، قال لي يعني لما اجي احلها اكتبها 2 ولا سالب 3 ولا سالب 3؟ قلت له مرتين، مره القوس ب 3 ونطلع س، ومره بسالب 3 ونطلع س، يبقى الحل عندي كام حل؟ برافو عليك، هو كان عايز كومه س، قلت له تنفع واحد او سالب 5. بص بص بتتكتب ازاي؟ واحد او سالب 5. قال لي ممكن تيجي لك في الاختيارات، ممكن تيجي لك في الاختيارات، ممكن تيجي لي اختيارات واحد وسالب 5 كذا وكذا كذا وكذا وكذا، فانا احلها واطلع الحل. الطريقه دي يا شباب لما المساله تجيلي ويقول لي اوجد او اكمل لازم احلها كامله. قال لي لا انا مش موافقك انك تجرب، وقف وحلها تاني بايدك مرة واتنين، لأن المسألة دي متكررة يا أحلى شباب. قال لي طب يلا بينا تاني، ناخد حاجة شبه بعد ما اتدربت على اللي فاتت. إذا كان البعد بين النقطتين يساوي 3 جذر 2، أوجد ألف. قلت له إيه دي؟ شبه اللي فاتت؟ قال لي شبه اللي فاتت ونقول مع بعض. إذا كان البعد بين النقطتين فرق السينات، أدي سين وأدي سين. آه آه، ما هو اللي قبل الفاصلة اسمه سين، واللي بعد الفاصلة أهو اسمه صاد. فرق السينات تربيع قوس، مليني السين الاولانيه الف ناقص 3 ناقص السين الثانيه ناقص 5 وعليها تربيع. فرق الصادات 7 برافو ناقص 4 وعليها تربيع. كل ده هو غششني وقال لي كام؟ قال لي 3 جذر 2. نقول مع بعض، نقول مع بعض، البعد بين نقطتين بعمل جذر. فرق السينات تربيع، يعني الرقم ده ناقص الرقم المسقط السيني ناقص 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 المسقط السيني وعليها تربيع. المسقط الصادي ناقص المسقط الصادي وعليهم تربيع. يلا بينا زي اللي فاتت، عايز اتخلص من الجذر، هعمل ايه؟ برافو برافو برافو، اللي اتدرب على اللي فاتت وقلم.
عشان اتخلص من الجذر ها بربع الطرفين. قال لي يا استاذ احنا قلنا لما ربع الجذر ده بيطير. قلت له انا اللي اتفضل ايه؟ قال لي اتفضل ده ويتفضل ده. الف مش هعرف اجيب قيمته طبعا، سالب 3 وسالب 5 اوعى تقول 3، لا دي مش 3 دي سالب 3، فهكتبها كده سالب 3 وسالب 5 يديني سالب 8. قال لي طب ودي 7 ناقص 4 3 تربعها 9. قال لي الجذر راح فين يا استاذ؟ قلت له ما انا لما ربعت الجذر طار. قال لي طب الرقم ده عشان اعمله بالاله، خلي بالك من اللي هقوله، خلي بالك ازاي تعمل ده بالاله صح. قال لي لما اكتب ده لازم احطه في قوس 3 جذر 2، تعالى كده كده 3 جذر 2 فين الاله الجميله اهي، تعالى نكتب ده بالاله بس ركز معايا، هاتها كده عشان تشوف احسن. عايز اكتب ده، بص بص 3 اهي جذر 2 وعليها قال لي تربيع. قلت له كده الكتابه دي ما تنفعش. قال لي ليه يا استاذ؟ قلت له رقم واحد لما تربع، لما تربع التربيع ما بيتحطش جوه. قال لي يعني بعمل ايه؟ قلت له لما تحب تربع جذر بتعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لي بتاخد سهم، تاخد سهم يمين وبعد كده تعمل تربيع، دي رقم واحد. قال لي ولما اعملها كده؟ قلت له برده ما تنفعش. قال لي ليه؟ هي الاجابه بتاعتي ما طلعتش 6. قلت له لا غلط. قال لي ليه؟ قلت له اي عدد في جذر اسمه عدد جذري بيتعمل بالاله في قوس. قال لي يعني ايه يا استاذ؟ قلت له شيلها تعالى نكتبها تاني. بفتح قوس 3 جذر 2 واطلع بره واقفل القوس وبعد كده عليه تربيع. الكلام ده مهم جدا جدا يا شباب، الرقم بيفرق كتير. الاله، الاله الجميله ازاي بكتب فيها؟ لما يبقى عدد وجنبه جذر، عدد وجذر بعمل ايه؟ لما اجي اكتبه في الاله عشان اربعه بحطه في قوس وعليه تربيع. 3 افتح آلتك معايا وجربها كده، ها اكتب 3 جذر 2 وتعالى خطوه يمين وبعد كده اتك على اكس تربيع يساوي كام يا استاذ؟ قال لي بيساوي 18. شكرا، يبقى ده تربيعه كام؟ قال لي 18. يلا نكمل، يلا نكمل. انا كنت عايز القوس يا شباب، اجيب القوس ده ازاي؟ قال لي دي موجب 9. قلت له ما انا شايفها اهي. قال لي هوديها الناحيه الثانيه هتروح باشاره مخالفه، هيبقى 18 ناقص 9. يلا اعملها لي، 18 ناقص 9 يديني 9. حد يساعدني؟ قال لي ازاي؟ قلت له انا عايز قيمه الف شبه اللي فاتت بالظبط، قوس تربيعه 9 يبقى القوس ده بكام؟ قال لي برافو جذر 9 قوس تربيعه 9 يبقى القوس من غير تربيع جذر 9 موجب او سالب 3. قال لي استنى اكتبها يعني لما اجي احلها اكتب القوس بيساوي 3 ولا سالب 3؟ قلت له هتكتبها مرتين، الف ناقص 8 بيساوي 3 ومره ثانيه الف ناقص 8. قال لي يعني، قلت له يعني الحل بتاعك هيطلع حلين مش حل واحد، اما او. قال لي طب يلا نقول، قلت له يلا نقول، انا عايز الف سالب 8 لو راحت هناك تروح بالايه؟ بالموجب 3 و8 11. قال لي طب دي يا استاذ؟ قلت له الف بتساوي ودي الثمانية هناك. قال لي هتروح بالموجب، خلي بالك خلي بالك، سالب 3 و8 يديني 5، يبقى مجموعة الحل 11 و5. اوجد قيمة الف، قلت له دي 11 اهي او 5، ده صح وده صح. جميلة ورائعة، بس انا عارف ان هي جديدة عليك، انت النمط ده من المسائل، النمط ده من المسائل محتاج تجر ايدك في مسألة واثنين وثلاثة. شفوي بعد بيساوي، يبقى اكتب قانون البعد وقول له بيساوي 3 جذر 2، هو اللي قال لي كده. السين الاولانيه اكتبها زي ما هي اهي، ناقص السين الثانيه وعليهم تربيع، الصاد ناقص الصاد وعليها تربيع. ده في رمز، مش هفكر في الاله، ما دام في رمز مش هفكر في الاله، الاله ما تدفعش غير في الارقام بس. قال لي اتخلص من الجذر ده ازاي؟ قلت له ربع بس مش طرف واحد، احط هنا تربيع وهنا تربيع، عملت ده بالاله في قوس طلع 18. شكرا. ده يا استاذ قال لي بمخي، بمخي الجذر ده هيطير، اللي جوه اللي جوه القوس بينزل، الف سالب 3 وسالب 5 بالاله، سالب 3 وسالب 5 سالب 8، وده عملته بالاله طلع 9. عايز الرمز لوحده، يلا كمعادله، كمعادله تقول اعدادي، بتخلص من الزائد تروح هناك ناقص. قال لي طب وبعديها؟ قلت له قوس تربيعه برقم، يبقى القوس بالجذر التربيعي، والجذر التربيعي موجب او سالب؟ الجذر التربيعي موجب او سالب. قال لي جميله ورائعه، بس الالذ منها
انك برضه توقف. لا ما تسابقنيش معايا، لا لا وقف وحلها بايدك، وقف وحلها بايدك. قال لي طب يلا بينا تاني. بعد ما اتدربت بايدك بيقول لك ايه؟ قال لك البعد بين النقطه دي والنقطه دي يساوي 13. قلت له طب ما تيجي تقراها لي. قال لي بص دي الف، والمسقط السيني هنا 3 الف ناقص 1، والمسقط الصادي 7، وهنا سالب 5. اذا كان البعد بين النقطتين، او يقول لك المسافه، طول المسافه هي البعد بين النقطتين، يعني المسافه بينها بيساوي 13. ما دام قال لي بعد، توماتيكي تروح تكتب الجذر الجميل. قال لي طب يلا بينا نملى اللي تحت الجذر. ايه اللي تحت الجذر؟ فرق السينات تربيع. يعني اكتب الف ناقص كل ده، او كل ده ناقص الف. قال لي ايهما افضل؟ قلت له لو جيت تطرحهم من بعض، من الافضل لو ده اكثر من حد تكتبه الاول. 3 الف اهو فتحنا قوس، 3 الف ناقص 1 كده. بص يا جميل، كتبت المسقط السيني، فرق السينات، السين اللي هنا ناقص السين اللي هنا ناقص الف. قال لي وبعديها؟ قلت له الصادات، سالب 7 ناقص 5، سالب 5 اهي ناقص 7 وعليها تربيع. قال لي اقول ده ناقص ده، قلت له اي حاجه بس المهم بينهم ناقص. كل ده بيساوي كام يا جميل؟ قال لي 13. بنفس القصه اللي فاتت، وانا بالراحه ممكن اسيبها لك وتوقف كمل وارجع لي تاني. برافو عليك. قال لي يلا بينا يا استاذ، في هنا جذر تربيعي، بتخلص من الجذر التربيعي ازاي؟ صح، بالتربيع. هو جذر تربيعي بتخلص منه بالتربيع. الرقم الجميل ده ربعته 13 اس 2 بالآلة الجميلة. التربيع بص بيشيل الجذر، ده شيل المسألة خالص. التربيع بيشيل الجذر، التربيع بيشيل الجذر. قال لي تعالى نكتبه اللي تحت، قلت له تعالى. بس واحنا بننقله لو في حاجات تتجمع جمعها، في رموز اجمعها مع بعض، في ارقام اجمعها مع بعض. 3 ألف شيل منهم ألف يبقى 2 ألف. الرموز مع بعض، ده رمز وده رمز وده رقم مش هيتجمع مع حاجة وعليها تربيع. قال لي طب ما عملتش التربيع ليه؟ قلت له ما هو ده رمز مش هيتعمل بالآلة. قال لي لكن دي ممكن تتعمل بالآلة. قال لي ازاي؟ سالب 5 ناقص 7 وعليها تربيع. يلا أهي قدامي عشان أشوف أنا عايز أعمل دي. فتحت قوس، لا أنا الجذر طار خلاص مش هعمل جذر. سالب 5 اهي ناقص 7، سالب 5 ناقص 7 قفلت القوس وعليها تربيع يساوي. قال لي 144. ما تستعجلش، احنا مش مستعجلين، اعمل بآلتك وتدرب بيها. قال لي طب انا عايز الرمز، قلت له نزل القوس ده زي ما هو. عايز الرمز ده؟ اتخلص من اللي جنبه، اللي جنبه زائد يروح ايه؟ برافو 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 برافو، يروح ناقص. قال لي طب يساوي كام هنا يا استاذ؟ قلت له يلا بينا، 169 ناقص 144. قال لي لو طرحناهم من بعض يا استاذ، ها؟ طلعها لي يا باشمهندس. قال لي كام؟ 25، برافو عليك. قال لي طرح دول طلع 25. نفس اللي فاتت، قوس تربيعه ب 25، يبقى القوس من غير تربيع بقى خلاص، باخد الجذر التربيعي، الجذر التربيعي بتاع 25 موجب او سالب 5. القوس ده يا استاذ بيساوي موجب او سالب؟ قلت له معناه يتكتب مرتين، القوس ده بيساوي 5 مره، ونفس القوس هو بيساوي سالب 5 مره، وكده احلها كم مره؟ صح، هحلها مرتين، يطلع حلين. 2 الف المعادله بتاعت اولى، سالب 1 يروح هناك بالموجب. 5 و1 6، يبقى الألف 6، 6 على الاتنين فيها التلاتة. المعادلة دي الرمز ده مضروب في حاجة ومضاف حاجة، عشان أتخلص منه بخلص من المضاف الأول. قال لي يعني إيه من المضاف الأول؟ السالب يروح موجب، ولو موجب يروح سالب. اتخلصت من المضاف، اتفضل المضروب، المضروب بتخلص منه بالقسمة. بالقسمة أقسم على اتنين، أقسم ده على اتنين وأقسم ده على اتنين. طب يلا بينا ندرب دي برضو تاني، قولها معايا، ها؟ 2 ألف ده سالب يروح هناك بالإيه؟ سالب 5 وزائد 1 سالب 4. يلا نتخلص من الاتنين بالقسمة على 2، لما أقسم ده على 2. قال لي يبقى الحل أهو 3 وسالب 2. كان بيقول لي إيه وجود كومة ألف؟ أقول له 3 وإيه تاني؟ 3 أو سالب 2. ده حل صح وده حل صح. يعني المسائل دي عادة بتاعت النقط اللي فيها رمز بيطلع لها كام حل؟
بيطلع لها حلين. اللذيذ يا رجاله، اللذيذ يا رجاله ان انت بتوقف وتحل بايدك. اتعلم كده ان الحاجه الجديده عليك، الدرس الجديد عليك، لازم تتدرب ايدك مع عينك مع مخك، بتحفظ الطريقه. وبعد كده نختلف بقى في الارقام. قال لي دي رقم واحد، لما بحل بايدي بتعلم مهاره الجمع والطرح والتربيع والتقليد، لكن الفرجه ما بتعلمش حاجه خالص. اوعى تكون بتتفرج عليا وما بتوقفش وتحل بايدك، كل مساله حلها انت كمان حلها، واحده عليا وهي عليك برضه. ها، قال لي ملحوظه هامه، بيقول لي لو عندي نقطه بعدها عن محور الصداد بيبقى ايه؟ قلت له مش فاهم. قال لي افهمك بالراحه، لو انا عندي نقطه هاخد جزء تاني، اللي فات ده كان بعد بين نقطتين، كان ايه؟ كان بعد بين نقطتين، وقلنا القانون بتاعه ايه؟ جذر فرق السنه التربيع زائد فرق الصداد تربيع، جذر فرق السنه التربيع وفرق الصداد تربيع. قال لي طب دي، قلت له دي ملحوظه جميله. بيقول لي لو انت عندك نقطه، قلت له تعالى نقول مثال مثلا، قال لي 3 و4. قال لي ممكن ترسمها لي على الشبكه التربيعيه؟ قلت له احلى شبكه تربيعيه، ادي 1 ادي 2 ادي 3. قال لي انت وقفت عند الثلاثه ليه؟ قلت له عشان السين 3 بس، ودي 1 2 3 4. قال لي يلا بينا نحدد النقطه بتاعتي، 3 و4 يعني اقف عند 3، اقف عند 3 واعمل اطلع ولا انزل؟ قال لي دي موجب 4، اهي 3 3 3 واقف عند 4. النقطه دي مالها يا استاذ؟ قلت له انا عايز اسالك بقى السؤال، لما يجي يقول لي بعدها عن الصادات، مش ده المحور الصادي وده المحور السيني؟ قال لي اه، بعدها عن الصادات الحته دي طولها كام؟ قال لي بص طولها 3. حتى لو انت بترسم على رسم بياني عد الوحدات 1 2 3، يبقى النقطه دي بعدها عن محور الصادات اهو، عد انت 1 2 3 شبه دي بالظبط 3. طب نفس النقطه بتاعتي دي يا جميل 3 و4، لو قلت لك بعدها عن محور السينات، قال لي يعني ايه؟ قلت له دي النقطه وده محور السينات، بعدها كلمه بعد يعني عمودي، الحته دي طولها كام؟ قال لي لو انت بترسم على رسم بياني عد انت يا استاذ، قلت له ادي جزء 2 3 4، او من غير المحسب بالمربعات الحته دي طولها كام؟ شبه اللي قصاده، ما ده كده مستطيل. قال لي يعني دي 3 و4 بعدها عن الصادات. بص عايز استنتج قاعده، لو انا عايز البعد عن الصادات خدنا الرقم بتاع مين؟ صح، خدنا الرقم بتاع السين. طب ولو انا عايز الرقم بتاع السين البعد عن السينات اخد الصادات، صح، عكسي، بعدها عن محور الصادات هو طول السين، بعدها عن السين ده النقطة السين طول الصاد. خلي بالك انا بقول طول، انا بقول ايه؟ قال لي بقول طول، بعد النقطة ده عن محور الصادات مقياس سين او القيمة المطلقة لسين، بعدها عن السينات عايز بعدها عن السينات اهي بتاخد الصاد، بعدها عن الصادات بتاخد السين، بعدها عن السينات بتاخد الصاد. قال لي ايه العمليه دي، القوس ده والقوس ده؟ قلت له ده بيسميه قيمه مطلقه، يعني لو ده سالب مفيش طول بالسالب، بعد يعني طول، هو في طول بالسالب؟ قال لي لا يا استاذ. قلت له عشان كده بعمل قيمه مطلقه. قال لي طب اديني مثال تاني كده. قلت له يلا بينا ناخده مثال تاني، بس تعالى نمسح السبوره الجميله بتاعتنا، بعد النقطه دي عن محور الصادات، حفظت القانون؟ بعد النقطه دي عن محور الصادات بيساوي مقياس سين، يعني ايه؟ القيمة المطلقة للسينات اهو، القيمة المطلقة لسالب 5. قال لي القيمة المطلقة يعني بقول الرقم من غير الإشارة السالبة بتاعته، الإشارة الموجبة يعني، بس قال لي دي يا أستاذ القيمة المطلقة لسالب 5 5، بعد النقطة دي عن محور السينات القيمة المطلقة لصاد، أهي لسه مكتوب القيمة المطلقة لصاد، يعني القيمة المطلقة لموجب 4. قال لي ما هي موجبه خلاص بتنها زي ما هي، امال العلامه دي وظيفتها ايه؟ لو في سالب بس تشيله. حفظت القاعده؟ حفظت القاعده؟ ناخده تمرين تاني عليها. يلا بينا يا احلى شباب ناخد مثال تاني، بعد النقطه دي
عن المحور السيني. برافو 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 عليك. عن المحور محور السينات البعد عنه بالقيمة المطلقة لصوت. وعرف ان هي عكسية. محور السينات قيمة المطلقة لصوت. طب محور الصادات قيمة مطلقة لسين. محور السينات قيمة مطلقة لصوت. يعني ايه قيمة مطلقة؟ يعني باخد الرقم ده بالموجب. قال لي طب ما هو موجب. يعني سواء عملت عليه كده وكتبته ثلاثة صح. انت اشتغلت بعينك دي موجب ثلاثة وكتبتها موجب صح. اوعى اوعى الطول تحط فيه سوالب. الطول ما فيهوش سوالب. قال لي ماشي. حاجة تانية. بعد النقطة دي عن المحور السيني. قال لي السنة اللي فاتت. قال لي كانت عن المحور السيني. قال لي دي مادة عن المحور السيني برضه. قلت له تعالى بس في اختلاف في الإشارة. قال لي طب يلا بينا نقول. قلت له يلا نقول. عن محور السينات قيمة المطلقة لصاد. هي الصاد هنا المرة دي بكام؟ قال لي برافو سالب ثلاثة. القيمة المطلقة سالب ثلاثة. القيمة المطلقة يعني عايز الرقم بالموجب. القيمة المطلقة عايز الرقم بالموجب لان مفيش بعد بالسالب. قال لي يعني؟ قلت له برافو عليك. القيمة البعد عن محور السينات قيمة صاد المطلقة. والجزء اهو ما هو الاولاني ده سين يا جميل وده صاد. عشان كده باخد القيمة المطلقة لصاد سالب ثلاثة قيمتها ثلاثة. فين هي؟ اللي انا قلته ده يا شباب دي طريقة. قال لي تاني دي طريقة. ممكن واحد عنده وقت فاضي كده وعايز يتسلى يعمل ايه؟ بص 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 الكلام اللي انا بقوله ده تسلي. قال لي 4 وسالب 3. يعني ايه 4 وسالب 3؟ قلت له لو عند حضرتك شبكة تربيعية وعايز امثل النقطة دي. قال لي تعالى نمثلها. 4 يعني روح عند 4 وانزل 3 تحت. قلت له جميلة دي النقطة. عايز بعدها عن محور السينات. بعدها عن مين؟ بعدها مش ده محور السين وده محور الصاد. عايز بعدها عن السينات. قال لي الجزء ده يا استاذ. قلت له برافو. الجزء ده الجزء ده طوله كام؟ قال له طوله شبه دي. اوعى اوعى تقول لي طول بالسالب. يعني انت لو حطيت المسطره فيها سالب. الطول مفيش فيه سالب. قال له امال دول ايه يا استاذ؟ قلت له ده عشان يقول لك الرقم ده تحت ولا فوق. لكن الطول القيمه المطلقه كام وحده؟ 1 2 3. يعني انا ممكن ارسم الرسمه واستنتج منها لكن الاسرع طبعا القانون اللي هم كاتبينه في الكتاب. يبقى ده مستوحى من هنا. قال لي يلا بينا اخر مثال في احلى فقره فقرتنا الاولى. بعد النقطه دي عن محور الصادات. قول كده معايا برافو برافو. القيمه المطلقه لسين. طب هي السين بكام؟ ما هو ده سين يا استاذ وده صاد. عن محور الصادات باخد قيمه سين بس باخد قيمه مطلقه. القيمه المطلقه لسالب 7 7. اوعى يقول لك بعد او طول او مسافه وتختار رقم سالب. كل دول بيتقاس وبدان بيتقاس بمسطره بمتر اي حاجه من دي يبقى لازم يبقى بالموجب. خلصنا الفقره الاولى ويلا بينا على الفقره الثانيه. ادخل على موقع الخطه التعليمي علشان تشوف باقي الدروس وفي كل المواد. ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد. فقرتنا اللذيذه. قال لي ايه هي يا استاذ؟ قلت له يلا نتكلم على المثلثات. قال لي ايه اللي دخل المثلثات في البعد من نقطتين؟ قلت له هقول لك بس قبل ما اقول لك تعالى نفتكر حاجه صغيره حلوه واموره. قال لي نوع المثلث. قال لي بالنسبه لاضلاعه. قلت له قال لي المثلث بتاعي يا اما متساوي الساقين يا اما متساوي الاضلاع يا اما مختلف الاضلاع. لو الثلاثه بيساوي بعض يبقى اسمه متساوي الاضلاع. لو اتنين بس متساوي الساقين. طب ما فيش حاجه بتساوي بعض يبقى اسمه مختلف الايه؟ ده بالنسبه لاضلاعه لما بص على اضلاعه. قال لي كان في حاجه ثانيه؟ قلت له كان في حاجه ثانيه في ابتدائي. قال لي الزواياه. لو بصيت على الزوايا ممكن صح ممكن يبقى حاد يعني كل الزوايا حاد وممكن يبقى قائم يعني لو في زاويه واحده قائمه اسمه قائم. طب لو في زاويه اكبر من 90 قال لي يبقى منفرجه. القائمه بتساوي 90 درجه لو في زاويه قائمه. لو في زاويه اكبر من 90 يبقى كل الزوايا اقل من 90 يبقى حاد. قال لي يا استاذ طب وانا دلوقتي هعمل ايه؟ قلت له بيجيب لك مثلث ويقول لك ده متساوي الساقين ولا متساوي الاضلاع ولا مختلف الاضلاع. هنشوفها دلوقتي وبعد كده نشوف الزوايا. يلا بينا. بس عشان نعرف يلا نكتب الطريقه مع بعض. عشان نحدد نوع المثلث بالنسبه لاضلاعه اسمه ا ب ج. بجيب التلات اضلاع. نجيب التلات اضلاع. اجيب ا ب البعد بين نقطتين
وب ج والف ج لو الثلاثه طلعوا بيساوي بعض يبقى اسمه متساوي الاضلاع. طب لو في اتنين بس اهو لو ده بيساوي ده بيساوي ده، يعني لازم اجيب الثلاثه يبقى المثلث متساوي الاضلاع. طب لو في اتنين بيساوي بعض وما يساويش الثالث يبقى متساوي الساقين. قال لي طب لو ما فيش حاجه، قلت له خلاص بقى يبقى مختلف الايه، قال لي يبقى مختلف الاضلاع، يعني لازم اجيب الاضلاع. قال لي اه. طب اديني مثال يا استاذ. قلت له يلا بينا ونسمي الله. المثال ده مهم جدا جدا وجميل. اثبت ان المثلث الذي رؤوسه ألف وب وج متساوي الساقين. قلت له عشان نحل دي بص 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 بص، اول حاجه انا هرسم مثلث اسمه ألف وب وج. ألف دي كام يا استاذ؟ واحد وسالب اتنين، ب سالب اربعة واتنين، ج واحد وست. علشان تثبت ان هو متساوي الساقين يبقى لازم تجيب كام ضلع؟ لا لا، بيقول لي اتنين، لا لازم تجيب التلاته واتنين يطلعوا بيساوي بعض. يلا نجيب اول ضلع اسمه ايه؟ ا ب. بص بص بص، ا ب بيساوي جذر. قال لي ليه؟ قلت له ما القانون كان ايه؟ فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. يلا نشوف فرق السينات تربيع. ها، سالب اربعه ناقص واحد، فتحت قوس اهو، سالب اربعه ناقص واحد وعليها تربيع. فرق السينات تربيع. يلا نكمل فرق الصادات. دي 2 يا جميل، 2 ناقص ناقص 2، 2 ناقص 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 بكتبها زائد، صح؟ وربنا يخلي لي الآلة. نعيدها تاني؟ نعيدها تاني. عندي نقطة ألف ونقطة ب من غير رسمة؟ من غير رسمة، بس الرسمة بتديني حق أحلى. فرق السينات تربيع، سالب 4 ناقص 1 وعليه تربيع. 2 ناقص ناقص، أول ما بسمع ناقص ناقص بكتبها زائد وعليها تربيع. قال له بعديها، قلت له بعملها باحلى اله. قال لي يلا بينا احلى اله. فين الجذر الجميل؟ اهو احلى جذر. بفتح قوس، سالب 4 ناقص 1 واقفل وعليه تربيع. قال لي طب والثانيه؟ قلت له زائد، وبفتح قوس ثاني، 2 زائد 2 وبقفل القوس وبرده عليه تربيع وبيساوي جذر 41. ما تخافش من الجذر، ومش لازم تتك اس دي، لا 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 سيبها. جذر 41 رقم جميل، جذر 41. جبت الضلع الاولاني. قال لي طب يلا بينا نجيب الضلع الثاني. جبت ا ب، خد لك اي ضلع ثاني، ا ج او ب ج براحتك. قال لي عايز اجيب ب ج. بص 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 بص، ب ج، بص الب وبص الجيم، مالكش دعوه بالف. يلا النقطتين دول فرق السينات تربيع، سالب 4 ناقص 1، أو تقول 1 ناقص ناقص 4، الاتنين صح. سالب 4 ناقص 1 وعليها تربيع، زائد فرق الصادات، يعني إيه يا أستاذ؟ 2 ناقص 6 أو 6 ناقص 2، الاتنين صح. طلعت كام يا أستاذ؟ قلت له قبل ما أعرف، يلا بينا هات الآلة الجميلة. فتحت القوس برضو تحت الجذر، جذر وبفتح قوس. سالب 4 ادي السالب، و4 ناقص 1 وقفلت القوس وعليه تربيع، زائد 2 ناقص 6 فتحت قوس، 2 ناقص 6 وقفلت القوس وعليه تربيع. قال لي بيساوي ايه ده؟ ايه ده؟ طلع جذر كام؟ جذر 41. صاحبي الجميل فرح ان في اتنين بيساوي بعض يبقى متساوي الساقين. كلامك جميل وعسل زيك، بس من فضلك هات الضلع التالت علشان اثبت ان هو مش بيساويه، يعني عشان اثبت ان هو مش بيساويه. يلا بينا، فاضل لي الف جيم. بص الالف وبص الجيم، او من على الرسمه فرق السينات، واحد ناقص واحد تربيع. فرق الصادات، الصادات سالب اتنين ناقص ست، سالب اتنين او ستة ناقص ناقص اتنين، ستة ناقص ناقص اتنين او سالب اتنين ناقص ست. بطرح اي حاجه من التاني. قال لي طب دي بتساوي كام يا استاذ؟ قلت له واحد ناقص واحد، الاله الجميله بتاعتي، واحد ناقص واحد صفر، مش لازم اكتبها يعني، صح؟ قال لي طب يلا، وستة واتنين تمانية، تربيعها 64، جذرها 8. قال لي ممكن بالاله؟ قلت له ممكن بالاله، دي بصفر مش هكتبه. قال لي اتفضل ايه؟ قلت له فتحت قوس جميل، ستة اهي الستة زائد اتنين وقفلت القوس وعليه تربيع بيساوي، قال لي طلعت 8، وبالمخ يعني هتطلع برضو كام؟ اكتب ايه؟ مين اللي بيساوي بعض؟ قال لي الاثنين دول. اكتب اكتب، انت من ليه مش عايز تكتب؟ اكتب ان هم بيساوي بعض. ا ب بيساوي ب ج لا يساوي ا ج، يبقى المثلث متساوي الساقين، وهو المطلوب اثبته.
كان بيقول لي اثبت ان في اتنين بس بيساوي بعض. جبت التلاتة وطلع اتنين بس، جميلة ولذيذة ورائعة. قال لي طب صح، وقف وحل بايدك. اثبت ان المثلث ده برضو متساوي الساقين، وقف الحل وحلها انت. قال لي طب يلا بينا. قلت له ارسم مثلثي. قال لي ارسم مثلثي الف وب وج. سمعتك بيقول لي هو انا لازم ارسم؟ لا ممكن ما ترسمش، بس انا بحب ارسم عشان اتخيل الرسمه بتاعتي. النقطه الاولانيه 3 و3، والنقطه الثانيه 5 و9، والنقطه الثالثه سالب 1 و7. يلا نجيب الضلع الاولاني اسمه الف ب، اقول له الف ب بتساوي وادي الجذر الجميل. طب وبعدين هجيب ب ج. برافو، انا كده ببرمج مخي ب ج بيساوي، والاخير الف ج بيساوي. قال لي يلا بينا. قلت له يلا بينا. الف ب الف ب، هبص النقطة ألف ونقطة ب، عايز تبص لهم من هنا بص لهم من هنا، النقطتين دول. قال لي فرق السينات تربيع، يعني الخمسة ناقص ثلاثة وعليها تربيع، زائد تسعة ناقص ثلاثة، أدي تسعة ناقص ثلاثة وعليها تربيع. كده جبت ألف ب. طب اللي بعدها ب ج. قال لي يلا بينا جذر أهو يا أستاذ. خمسة ناقص ناقص، اتفقنا مفيش حاجة اسمها ناقص ناقص. قال لي بعمل إيه؟ قلت له اللي زي كده بكملها وأعملها زائد، ما هي سالب في سالب بموجب. تسعة ناقص سبعة وعليها تربيع. الأخير ألف جيم، بص الألف وبص الجيم ومالكش دعوة به. تلاتة ناقص ناقص واحد، تلاتة ناقص ناقص يبقى زائد. تلاتة ناقص سبعة وعليها تربيع بيساوي. قال لي يلا بينا. قالت اللذيذة أحلى الآلة وألذ آلة. بتساوي كام يا استاذ؟ قلت له تعالى نحسب مع بعضين. ادي القوس اهو. خلي بالك انا بعمل المسائل معاك بالاله، ممكن بعد كده اقول لك اعملها واقول لي الناتج. امال ليه الناتج على طول؟ 5 ناقص 3، ادي 5 ناقص 3 وقفلت القوس وعليه تربيع، زائد 9 ناقص 3 برضو. قلت له بفتح قوس 9 ناقص 3 وقفلت القوس وعليه تربيع وبيساوي، طلع 2 جذر 10. 2 جذر 10، شكرا. ادي الضلع الاولاني. قال لي الضلع الثاني. قلت له يلا بينا نشوف الضلع الثاني. اهو اهو ده جذر الجميل 5 زائد 1. قلت له فتحت القوس، وممكن يا باشمهندس طبعا تشغل مخك ودي ألذ واحلى، زائد 9 ناقص 7، ادي 9 ناقص 7 وقفلت القوس وعليه تربيع بيساوي. قال لي برضه طلعت كام؟ صح طلعت 2 جذر 10. فضل الضلع الثالث، ما تقولش مش لازم اجيبه، قلنا بجيب الثلاث اضلاع. فتحت لكم 3 زائد 1 4 تربيع، يعني ممكن اكتب على طول جذر 4 تربيع اهي، ما انا عرفت احسبها بايدي، زائد 3 ناقص 7 سالب 4 تربيع. فتحت قوس سالب 4 وقفلت القوس. يعني ممكن يا باشمهندس تساعد نفسك وانت بتكتب بالاله، ما تكترش الكلام، لو في كلام انت عارفه خلاص مش عارف تجيبه بمخك هاته بالاله، هيطلع برضه صح. قال لي طلع 4 جذر 2، 4 جذر 2 4. شفت اللي انا شفته صح؟ قال لي اللي قول له قول له قول له ده بيساوي ده، اسمه ايه ده؟ ا ب، بيساوي ب ج، بس ما بيساويش ا ج. اذا المثلث بتاعك، برافو عليك، المثلث ماله؟ متساوي الساقين. يبقى المثلث بتاعي اهو، المثلث متساوي الساقين، وهو المطلوب اثباته. وهو كان بيقول لك اثبت ان هو متساوي الساقين. طب لو قال لي متساوي الاضلاع يبقى لازم يطلعوا الثلاث شبه بعض، مختلف الاضلاع يبقى الثلاثه ما بيساويش بعض. حاجه زي كده بيقول لي بين نوع المثلث الذي رؤوسه بالنسبه لاضلاعه. اضلاعه اجيب، هو بيغششني بيقول لي اضلاعه، يبقى اجيب الكام ضلع؟ اجيب الثلاث اضلاع. قال لي طب يلا بينا، بس المره دي. قال لي صح المره دي مش هرسم، هعمل ايه يا شباب؟ قلت له هكتب على طول، هجيب ا ب وهجيب ب ج وهجيب ا ج، ويلا نقول مع بعضينا، ما احنا اتدربنا كويس اهو بقى. ا ب ا ب، بص الالف وب، 3 ناقص 1 وعليها تربيع، زائد فرق الصادات تربيع، دي الأولى. قال لي الثانية يا أستاذ ب ج ب وج، 1 ناقص 1 وعليها تربيع، 5 ناقص 3، برافو عليك. الثالثة وبعد كده همسك الآلة مرة واحدة، أ ج 3 ناقص 1، فرق السينات، بكرر القانون، فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. يلا نحسب بالآلة. قال لي يلا نحسب بالآلة. حسبنا دي بالآلة،
دي 3 ناقص 1 2 تربيعها 4، 3 سالب 2 تربيعها 4، عملتهم بجذر 4 وجذر 4 يبقى جذر 8، 2 جذر 2 بالقال. شغال انت؟ يلا بينا. 1 ناقص 1 0، قال لي ده كلام محترم. 0 زائد 5 ناقص 3 2 تربيعها 4، 0 و4 4 جذرها 2، ادي 1 ادي 2. يلا نجيب الثالث. 3 ناقص اهي اهي جذر اهو، 3 ناقص 1 2 تربيعه 4 زائد 3 ناقص 3 0. شفت الثلاث ارقام؟ هل الثلاثه بيساووا بعض؟ قال لي لا في 2 بس. اسمهم ايه الاثنين بس؟ ب ج و ا ج، بما ان ا ج بيساوي ب ج ولا يساوي ا ب، دول بيساووا بعض بس مش اذا صح المثلث بتاعي متساوي الساقين. لو كانوا طلعوا الثلاثة يبقى كان متساوي الأضلاع، مختلفين الثلاثة يبقى مختلف الأضلاع. جميلة ولذيذة وأنا بدأت أتدرب كويس. اللي إحنا خدناه يا أحلى شباب ده بالنسبة لأضلاعه. قال له أمال لما يقول لي بالنسبة لزواياه؟ قلت له أضلاعه بجيب الثلاث أضلاع وبس وأبص عليهم. قال لي طب لزواياه؟ قلت له عشان أجيب الزوايا هعمل حاجة صغيرة. قال لي إيه هي؟ لو أنا عايز مثلث منفرج أنا عندي ثلاث أضلاع، قلت له صح. قال لي بجيب الثلاثة أ ب ج، أنا ما كنتش عارف إن هو منفرج يعني، بجيب الثلاث أضلاع وأربعهم. قال لي وبعدين؟ بجمع الصغيرين، بجمع الصغيرين الأرقام الصغيرة بجمعها، لو الضلع اللي فاضل أكبر منهم تبقى الزاوية دي منفرجة. الضلع الكبير ده لو اكبر منهم تبقى الزاويه منفرجه. قال لي طب يا استاذ لو كان بيساويهم؟ قلت له لما ضلع يساوي، برافو عليك، كان النظريه اسمها نظريه ايه؟ قال لي فيثاغورس. بربع الثلاثه وبجمع الصغيرين، لو طلع الضلع الثالث اهو اهو ا ج ده بيساويهم يبقى المثلث زقائق. يبقى بجمع الصغيرين، لو الضلع الثالث بيساويهم يبقى قائم، لو الضلع اللي فاضل اكبر منهم يبقى منفرج. قال لي والحاله الثالثه؟ لو الضلع اللي فاضل اصغر من المجموع يبقى المثلث بتاعي حاد الزوايا، نفس اللي فاتت بس بنزود حاجه. بالنسبه للاضلاع بجيب الثلاث اضلاع وابص بعيني بس. طب لما يجي يكلمني على الزوايا يقول لي اثبت ان ده قائم منفرج حاد او اديني اختيارات، بجيب الاضلاع وبربعها وبجمع الصغيرين، الأضلاع وربعها واجمع الصغيرين وأي قاعدة من القواعد الثلاثة. قال لي طب ما تدربنا يا أستاذ علاء. قلت له يلا بينا نتدرب. اثبت إن المثلث الذي رؤوسه 1 2 3 قائم الزاوية في ب. قلت له حاضر، عشان أثبت لك إن هو قائم يلا نجيب كم ضلع؟ الثلاث أضلاع. نقول بالترتيب الضلع الأولاني أ ب، والثاني ب ج، والثالث أ ج. يلا نقول بسم الله. علشان اجيب ا ب، فين ا؟ اهي ا، وفين ب؟ اهي ب. يلا نقول فرق السينات تربيع 5 ناقص ناقص 1 يعني 5 زائد 1 وعليها تربيع. الصادات سالب 5 ناقص 7، سالب 5 ناقص 7 وعليها تربيع، هيطلع لي رقم. يلا بينا ب ج، ويلا بينا ا ج بنفس الطريقه. قال بنفس الطريقه ب ج، فين ب ج؟ بص ال ب وبص ال ج ومالكش دعوه بألف. ب ج 15 ناقص ناقص 1 يعني 15 زائد 1 وعليها تربيع. 15 الثانية الصاد ناقص، برافو، 15 ناقص 7 يعني باخد الصاد دي مع مين يا أستاذ؟ مع الصاد دي. 15 ناقص 7 وفرق الصادات تربيع. الثالث، الثالث أ وج 15 ناقص 5، والقوس اهو الجميل وعليهم تربيع. طب والصادات 15 ناقص سالب 5، 15 ناقص سالب 5. قال لي يلا بينا قالت الجميله ونجيبهم. يلا بينا يا جميل هفتح الجذر بتاعي، قال لي الجذر اهو، ويلا بينا نفتح القوس ونقول 5 زائد 1، ادي احلى 5 زائد 1 وقفلت القوس وعليه تربيع. قال لي في زائد بعديها يا استاذ، قلت له فين الزائد؟ قال لي الزائد سالب 5 ناقص 7، سالب 5 ناقص 7 وقفلت القوس وعليه تربيع. قال لي يا استاذ في قوس انت ما فتحتوش هنا. قلت له بص بص، ما هي دي فايده يا رجاله ان انت وانت بتكتب بتبص في الشاشه بتاعتك.
قال لي طلعت كام يا استاذ؟ كام كام كام؟ اه 6 جذر 5. لا خلي بالك من دي، خلي بالك من دي. المساله ديت انا عارف ان انا بجيب الاضلاع وهربعها، بجيب الاضلاع واعمل ايه؟ وهربعها. يبقى الضلع اللي جالي دوت وهو موجود في الشاشه اربعه، ازاي يا استاذ؟ اكس تربيع بتساوي، بص بص بص، كان عندي رقم اكس طلع 180، قلت له يبقى ا ب دي تربيعها ب 180. جبت الضلع وربعته، قال لي طب والثانيه؟ برضه هجيب الضلع وبعد كده هعمل ايه؟ هربعه. يلا بينا يا استاذ، يلا نجيب الضلع. يلا الاله الجميله. قال لي الجذر اهو، وافتح قوس اهو، 15 زائد 1 وقفلت القوس وعليه تربيع. 15 ناقص 7، قلت له يبقى الثانيه، وما استعجلش لان الاستعجال مش حلو. 15 ناقص 7 وقفلت القوس وعليه تربيع بيساوي. طلع كام يا شباب؟ 5 جذر 8. 5 جذر وهربعه بالمره تربيع. ده 5 جذر 8. قال لي ولما ربعته؟ قلت له لما ربعته في الشاشه هو لسه ما راحش، 320. قال لي شكرا. 320. الضلع الاخير، يلا نجيب الضلع الاخير وبرضه هربعه. يلا بينا، يلا بينا الآلة الجميلة. 15 الجذر الجميل والقوس الجميل، قال لي 15 ناقص 5 قفلت القوس وعليه، أنا بنقل من هنا. 15 زائد 5 اللي بعده وقفلت القوس، قال لي وعليه تربيع يساوي 10 10 جذر 5. هكتب 10 جذر 5 وأعمل إيه بعد كده؟ قال لي وأربعه. 10 جذر 5 وربعه. جبت الثلاث اضلاع وربع، بجمع انه فيهم؟ بجمع الصغيرين، اوعى تنساها، قول لي تاني. بجمع ايه يا باشمهندس؟ بجمع ال اهو، تعالى يا بجمع الصغيرين، فين الصغيرين اللي فيهم؟ الصغيرين دول 180 و320 و500، سيب ال 500 واجمع دول، طلعوا كام؟ اجمعهم اجمعهم، 0 مع 0 8 0 5. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طلع الضلع ده لوحده بيساوي الاثنين. الضلع ده لوحده 500 ودول على بعضهم 500، يعني ا ج ده الجميل ده، ا ج ده، والتانيين ب ج و ا ج. لما جمعت الصغيرين، لما جمعت الصغيرين ا ج بيساوي ايه؟ اهو 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 ب ج و ا ب، ب ج و ا ب، ب ج و ا، طلع بيساوي عشان ده 500 ما دام بيساوي، اذا المثلث قائم. والضلع الكبير اسمه ا ج اللي هو الوتر. الوتر للضلع الكبير، اكبر واحد فيهم، اكبر واحد ده الوتر، وما دام ا ج هو الوتر يبقى ده قائم الزاويه في ب، عشان اعرف الزاويه القائمه. جميله وجديده، انا عارف ان هي جديده ورائعه. عملت ايه يا احلى شباب؟ عندي ثلاث نقط، جبت الضلع الاولاني وربعته، الثاني وربعته، الثالث وربعته، وبعدين جمعت الصغيرين، جمعت وقارن الضلع ده ايه علاقته بالمجموع؟ قال لي طلع بيساوي، لو الضلع بيساوي مجموع الضلعين التانيين يبقى فعلا المثلث قائم الزاويه. المثلث ايه؟ قال لي قائم، وهو كان بيقول لي اثبت ان هو قائم، قلت له خلاص اثبتت ان هو قائم، عايز ايه تاني يا استاذ؟ قال لي ممكن تكتب لي الاضلاع بتاعته؟ قلت له ما انا خلصت. قال لي لا في مطلوب تاني. قال لي يلا نجيب، يلا نجيب المطلوب التاني. 6 جذر 5 ده ا ب، ده 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 6 جذر 5، 6 اهو وجذر 5. الضلع التاني 5 جذر 8، 5 جذر 8. الضلع التالت 10 جذر 5. قال لي انا عايز المساحه، قلت له المساحه انت حافظها، نص طول القاعده في اهو اهو اهو، المساحه بتساوي مساحه المثلث نص في طول القاعده في الارتفاع. نص فين القاعده؟ وده الارتفاع اللي هم ضلعي القايمه، يعني ممكن اقول نص القاعده في الارتفاع، نص في القاعده اهي القاعده وادي الارتفاع، نص في طول القاعده في الارتفاع. قال لي طب يلا بينا نجيب الاله الجميله، يلا اهي شيلنا دي نص فيه، قلت له احلى نص، ادي واحد فوق واثنين تحت وجنب الجنب علامة فيه.
خمسة جذر تمانية. خمسة جذر تمانية. وخلصت الجذر علامة يمين عشان تطلع برا الجذر خلاص. ستة جذر خمسة. ستة جذر خمسة يساوي تلاتين جذر عشرة. قال لي اكتبها كده. قلت له اه تلاتين جذر عشرة وابقى فرحان جدا وهبي وهابي خالص كمان. قال لي طب لو كنت عايز رقم عشري. لو كنت عايز عشري وانا ما بفضلش الرقم اللي يطلع لك اكتبه وتك على السي دي يطلع لك 94.8 تقريبا. ولو قال لي مقربا يبقى 95 لاقرب واحده. جميله ولذيذه ورائعه. بس الالذ منها يا باشمهندس الالذ منها ان انت توقفها وتحلها انت بايدك. انت كده كنت بتتفرج عليا وانا بحل. قال لي طب يلا تاني. قلت له يلا تاني. مثلث ا ب ج اثبت ان هو قائم الزاويه ثم اوجد مساحته. قال لي دي شبه. قلت له انت حليت مساله ولا انا اللي حليتها؟ انا اللي حليت. وقف دي وحلها انت وتعالى بعديها شوف الحل بتاعك. قال لي يلا بينا. هجيب كام ضلع؟ برافو عليك هجيب الثلاثة. يلا بينا نجيب الثلاثة. هجيب ا ب بسم الله. ادي ا ب ادي الجذر الجميل بتاعي. فرق السينات تربيع. طب يا استاذ انت عمال تقول لي الاله. قلت له طبعا اسرع لك في الحل لو انت الارقام مش في دماغك. طب لو ارقام في دماغي ممكن تعمل بدماغك. قال لي ازاي يعني؟ قلت له يلا نقول مع بعضنا. فرق السينات 2 ناقص ناقص 1 يعني زائد 1. 2 زائد 1 3 تربيعها 9. 3 ناقص ناقص يعني زائد 3 زائد 1 4 تربيعها 16. ده جذر 25 يطلع 5 صح. لو عايز تستعمل دماغك كده ماشي. طب يلا نبص على ب ج. ب ج قال لي انت كنت بس بتقول لي يا استاذ ان انا اربعه في ساعتها. قلت له يلا نربعه في ساعتها. خمسه تربيعها 25. ب ج بص ال ب وبص ال ج. قال لي جذر فرق السينات تربيع لو عايز تشغل دماغك. ها 6 ناقص 2 4 تربيعها 16. 0 ناقص 3 سالب 3 تربيعها 9. قال لي طلع بخمسه ويلا نربعه. نربع الضلع اللي اسمه ب ج اللي احنا جبناه تربيع الخمسه 25. قال لي الضلع الاخير. قلت له ا ج بص الالف وبص الجيم. 6 ناقص ناقص 1 صح يبقى 7 تربيعها. قال لي 49 زائد 0 ناقص ناقص 1 1 تربيعه 1. قال لي طلعت بكام دي يا استاذ؟ قلت له دي طلعت 5 جذر 2. ربعها لي يا استاذ. قلت له ربنا يخلي لي مخي والاله. لو ربعتها بالاله هيطلع لي 50 ولو ربعتها بمخي دي 25 ودي 2 25 في 2 ب 50. اجمع الصغيرين. فين الصغيرين؟ برافو عليك اجمعهم 25. ايه ده ايه ده الضلع ده شبه ما دام ضلع بيساوي الاثنين يبقى المثلث ده ماله؟ مثلث قائم. الف ج فوجئت ان الضلع بيساويه الف ج لوحده. ده لوحده بيساوي الف ب تربيع زائد ب ج تربيع. وبضم ضلع بيساوي مجموع الضلعين بالتربيعات يبقى المثلث ده ماله؟ برافو. قال لي طب ارسمه لي بالمره. قلت له رسمته. مين الكبير فيهم؟ قال لي الكبير اللي تحت ا ج. يبقى ده قائم الزاويه فين؟ قال لي قائم الزاويه في ب. اذا المثلث بتاعي قائم الزاويه في ب. زاويه ب هي اللي قايمه. قال لي حط اضلاع عليه. ليه؟ قال لي عشان في مطلوب تاني اسمه مساحه. ا ب بخمسه وب ب ج بخمسه وخمسه جذر اتنين. نقلت الارقام من هنا. طب عايز المساحه يا استاذ. قلت له مساحه المثلث بتساوي برافو عليك نص ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. والقائم ممكن تقول نص ضرب ضلعي القايمه. ضرب ضلعي القايمه ما هي واحده قاعده واحده ارتفاع صح. ضربناهم في بعض طلع 12 ونص. طب الوحده اقولها ايه؟ قال لي لا يا استاذ لو هو بيتكلم بالسنتي اقول له سنتي مربع، بالمتر متر مربع. طب هو انا مش قايل يا استاذ اقول له وحده مساحه مربع لاني هو ما اعرفش هو بيقيس بالمتر. ما هو لو على كراسه يبقى سنتي، لو في الشارع ولا في الشقه يبقى بالمتر، لو مسافات كبيره يبقى بالكيلومتر. قال لي فعشان ما اعرفش بقول له وحده مساحه مربع. مساله جميله ولذيذه ودي جت في امتحانات قبل كده يا شباب. قال لي طب يلا بينا. بيقول لي اثبت ان المثلث ده منفرج. ما دام جاب سيره زوايا خطوات الحل ثلاث خطوات، اجيب الضلع واربعه واجمع الصغيرين.
بجيب الاضلاع واربعها واجمع الصغيرين. قال لي طب يلا بينا نقول بالراحه، عندي الف وب وج، نقول يلا نقول. اول ضلع اسمه ايه؟ قال لي يلا نجيب الف ب. عايزها بالقلم ولا بمخك؟ الاثنين صح. 5 ناقص 3 ادي 5 ناقص 3 وعليها تربيع. 3 ناقص ناقص يعني زائد. بطرح الف من ب او ب من الف، ده صح وده صح. قال لي وبعديها؟ قلت له بجيب ب ج. هبص الب وهبص الجيم. 3 ناقص ناقص 2 يعني 3 زائد 2 وعليها تربيع. الصادات سالب 2 ناقص ناقص يعني زائد 4 وعليها تربيع. الضلع الاخير الف جيم. الف وجيم، الف مالكش دعوه ب. 5 ناقص ناقص 2 يعني 5 زائد 2. 3 ناقص ناقص 4 يعني 3 زائد 4 وعليها تربيع. يلا نقول مع بعض. قال لي يلا نقول مع بعض. عايز القلم ولا مخك؟ الاثنين صح والاثنين كمان. يلا بينا نجيب ده. قال لي نجيبه بمخ، يلا نجيبه بمخ. 5 ناقص 3 2 تربيعها 4. 3 و2 5 تربيعها، برافو عليك، تربيعها 25. 25 و4 29. قال لي يا استاذ بس انا مش هعرف اعمل زيك كده بسرعه. قلت له ما هو كتر التدريب هيخليك زيي واحسن مني بكتير كمان. قال لي طب يلا نعملها بالاله تاني. قلت له يلا بينا بالاله. الاولانيه جذر، وممكن تساعد نفسك شويه لو عايز تساعد نفسك. يعني ايه؟ ممكن تقول 5 ناقص 3 2، فممكن تكتب 2 تربيع او تعملها زي ما اتفقنا. قال لي دي 2 وعليها تربيع، زائد 3 و2 5 وعليها تربيع، 5 وعليها تربيع. طلعت كام يا استاذ؟ قال لي جذر 29. جذر 29 وربع لي اللي في الشاشه كده، اللي كان في الشاشه ربعه، ربعت ده طلعت ب 29. قال لي طب يلا بينا نجيب به جيم. قلت له يلا تاني نجيب واحده تانيه، نجيب به جيم. به جيم اعملها معايا بالاله. يلا 3 و2 5 وعليها تربيع، ادي 5 وعليها تربيع تحت الجذر، زائد سالب 2 و4 او موجب 4 وسالب 2 2 وعليها تربيع. قال لي 2 وعليها تربيع وقلنا يساوي. طلع برضو جذر 29، بربعه نفس الضلع بربعه، طلع 29. قال لي الضلع الثالث، قلت له يلا بينا احلى ضلع، الضلع الثالث اخر العنقود سكر معقود. جذر 5 و2 7 وعليها تربيع، 7 وعليها تربيع، زائد 3 و4 برضه 7 وعليها تربيع، بيساوي 2 جذر 7 جذر 2. طب ولو ربعتها يا استاذ؟ 98، دي 7 جذر 2 ولو ربعتها 98. مين الصغيرين يا شباب؟ قال لي دول الصغيرين يا استاذ. قلت له اجمعهم، 29 و29 صح، 58. يلا جمعنا الصغيرين طلع 58 و98، ده لوحده هل بيساوي؟ قال لي لا، 98 اكبر، واخد بالك؟ قال يلا نكتبه الكلام ده، ان الضلع ده لوحده الف جيم تربيع طلع اكبر من الاثنين دول من مجموعهم. قال لي واستفدنا ايه لما الضلع يطلع اكبر من مجموعهم؟ قلت له بص بص الرسمه، ادي الف ودي ب ودي ج، لما دي كانت يساوي في فيثاغورس كانت تبقى الزاويه قايمه، الوتر بيساوي ده تربيع زي. طب لو كبر عن كده؟ قال لي كبر بتبقى الزاويه منفرجه. قال لي علشان كده قول له اذا زاويه ب منفرجه. كلام جميل ورائع. جبت الاضلاع ربعتها، جمعت الصغيرين مش الاولانيين، بجمع الصغيرين وقارن، ده لوحده اكبر يبقى الزاويه دي مالها؟ قال لي يبقى الزاويه منفرجه. وانت جميل علشان الكلام ده انت كنت حفظته، كان بيقول لحضرتك اجيب الاضلاع واربعها، لو لقيت ده اكبر يبقى منفرج، لو لقيت ده يساوي يبقى قائم، لو الضلع ده لوحده اصغر يبقى المثلث كله حاد. قال لي كلام جميل وملوش مثيل. واحده ثانيه، اثبت ان النقط ديت تكون مثلث منفرج ولا حاد ولا قائم ولا لا. قلت له لا، دي عشان اجيبها ما بتجيش بالنظر ولا اختيارات سريعه، لا دي محتاجه حل. قال لي طب يلا نحل مع بعضين. قلت له يلا نحل مع بعضين، هات لي قلم جميل اللون الجميل. قال لي بس دول ما فيش اسمهم ايه؟ قلت له حط انت نقط من عندك. قال لي دي سميها الف وب وج. وهنعمل ايه؟ برافو عليك، هجيب الثلاثه برضه، هجيب الف ب
جذر. يلا نقول 6 ناقص 0 يديني 6، تربيعها 36. 1 ناقص 0 او 0 ناقص 1 تربيعه 1 يديني جذر 37. يلا نجيب ب ج، والاله في ايدك، الاله في ايدك. يلا بينا 6 ناقص 0 قال لي 6 تربيعها 6، 0 ناقص 8 سالب 8 تربيعها 64. قال لي ده، قال لي طلع ب 100، قلت له شكرا. قال لي وجذر ال 100 كام يا استاذ؟ قال لي جذر ال 110. جبت الضلع الاولاني وجبت الضلع الثاني. يلا نجيب الثالث، الف ج، الف ج 0 ناقص 0 قال لي طبعا 0، 0 ناقص 1 قال 0، 1 ناقص 8 قال لي سالب 7 تربيعها 49. قال لي احلى 49 وطلعت ب 7. قال لي يا استاذ كنت بتعامل مع الاضلاع كده ولا بربعها؟ قلت له علشان انت عايز نوع الزاويه لازم تربع. لازم؟ قال لي اه لازم، يعني اقول الاول تربيع واربع ده بالاله بتاعتي الجميله. وبه ج جبت وربعه، هو 10 طلع ب 100، والف ج بربعه 9، 7 يبقى 49. خلي بالك من دي، فين الصغيرين؟ مش الاولانيين، اهو الصغيرين، الصغيرين اهو. اجمع دول يا باشمهندس، 37 و49 اجمع، قال لي اديني 86. الضلع ده ب 100 ودي 86، يعني انهو اكبر؟ قال لي طبعا الضلع ده. قلت له يعني انت بتقول ان ب ج ده لوحده اكبر من مجموعهم؟ قال لي اكبر. واخد بالك من العلامه اللي انا بتك عليها دي؟ بدل ما الضلع ده اكبر يبقى المثلث ماله؟ برافو، يبقى المثلث بتاعي منفرج. فين المنفرج؟ اهو المنفرج. لو سالني منفرج الزاويه في ايه، اقول له يلا نرسم المثلث المنفرج. الضلع الكبير اسمه ايه؟ ب ج. يبقى الزاويه المنفرجه هي زاويه الف، ازودها له منفرج الزاويه في الف كمان. دي جدعانه تيبس لذيذة ورائعة. يبقى عرفنا نقطتين، بجيب الأضلاع فقط وأقول متساوي الأضلاع، متساوي الساقين مختلف الأضلاع. لما يكلمني على الزوايا بجيب الأضلاع وأربعها وأجمع الصغيرين. قال لي طب حاجة جميلة وصغير حلوة وأمورة نختم بيها أحلى حلقة. قال لي إيه؟ قال لي لما يقول لي في نقط، هل دي على استقامة واحدة ولا لأ؟ بعمل إيه؟ عندي نقطة ألف ونقطة ب ونقطة ج. هو مش عارف اذا جت ج معاهم دي على نفس الخط، رجع تاني على نفس الخط يبقى استقامه واحده، ولا الف وب وج مش معاهم على نفس الخط، مش معاهم يبقى مثلث يعني. قلت له اي ثلاث نقط هم ليهم الوضعين دول، يا اما يبقوا على استقامه يا اما ما يبقوش على استقامه، يعني يعملوا مثلث. قال لي طب انا اعرف ازاي؟ قلت له اقول لك سهله وجميله، بتجيب الضلع الاولاني والتاني والتالت، التلاتة بتجيب ايه؟ بتجيب التلاتة. قال لي يعني؟ قلت له بجيب ألف ب وب ج وألف ج. لو طلع مجموع من غير تربيع، من غير تربيع، لو طلع مجموع الصغيرين بيساوي الكبير يبقى دول على استقامة واحدة. طول الضلع الأكبر بيساوي مجموع من غير تربيع. التربيع لو أنا عايز أجيب زوايا حد قائم منفرج، من غير تربيع بشوف الصغيرين وأجمعهم. طلع بيساويهم يبقوا دول على استقامه واحده، طلع ما بيساويهمش يبقى ده مثلث، يبقى النقط دي تصلح ان تكون مثلث. قال لي طب يلا بينا اثبت ان النقط دي تقع، اثبت اثبت. قلت له جميل، على استقامه، خلي بالك من الكلمه اللي بتتقال بترجمها في مخي، على استقامه بجيب الثلاث اضلاع وبجمع الصغيرين من غير تربيع، انا جايبهم ورا بعض عشان شبه بعض. قال لي طب يلا نقول، قلت له يلا نقول ألف ب وب ج وألف ج ونقول بسم الله. أدي جذر وأدي جذر وأدي جذر. قال لي دي أحلى أحلى جذر، وتعالى ناخد قلمتين. ألف ب، بص الألف وبص الب، صح عملنا كتير بالآلة، يلا برضه نشتغله بمخنا وبالآلة في نفس الوقت. 4 ناقص 1 وعليها تربيع، 3 ناقص 1 وعليها تربيع. قال لي طب وبعديها؟ قلت له ب ج، بص الب وبص الج، بص الب وبص الج. قال لي 1 ناقص ناقص 5، 1 ناقص ناقص يعني زائد. قال لي واللي جنبها 1 ناقص ناقص 3، يعني 1 زائد 3 وعليها تربيع، والجذر كبير اهو. ألف ج، يلا بينا نجيب ألف ج، ها 4 ناقص ناقص 5 يعني زائد 5 وعليها تربيع، زائد 3 ناقص ناقص 3 يبقى زائد 3 وعليها تربيع. يلا نجيبها بالآلة. فتحت الجذر بتاعي الجميل،
4 و 5 9 فين 4 و 5 قال لي 9 وعليها تربيع زائد 3 و 3 6 قال لي كمل قلت له يلا بينا نكمل قال لي 6 وعليها تربيع فين التربيع الجميل بص بص ايدي خبطت في الزرار اللي جنبه خلي بالك انت بتكتب ايه 3 جذر 13 يلا نجمع الصغيرين إز من غير تربيع قال لي ده جذر 13 دي 2 جذر 3 يلا نجمع دول الصغيرين 1 جذر 13 و2 جذر 13 بالآلة الله يخليها لي 3 جذر 13 جمعت طلع الضلع ده بيساوي الاثنين دول لو ضلع بيساوي الاثنين دول من غير تربيعات يبقى اذا ألف وب وجيم على استقامة واحدة يعني ايه يا استاذ يعني التلاتة على نفس الخط ألف وب الضلع الكبير ألف جيم وب في النص كمان بين ألف وب وجيم على طب لو ما كانوش بيساووا يبقوا مش على استقامة يبقى تصلح رؤوس مثلث عدها بإيدك تاني جبت ألف ب وب جيم وألف جيم وأطولهم وجمعت الصغيرين من غير تربيع عشان مش عايز زاوية اثبت ان النقط دي برضو تقع على ايه استقامه واحده قال لي ده كده بيدربني تاني قلت له برافو عليك كده بيدربك تاني ولا نقول مع بعض هنجيب الف ب وهنجيب ب ج وهنجيب الف ج كل واحده في سطر لوحدها يلا بينا الف ب الف ب ب ناقص الف 2 ناقص 1 اهي 2 ناقص 1 وعليها تربيع 3 ناقص 1 وعليها تربيع وهنشوفها بكام يلا ب ج بص ال ب وبص ال ج 0 ناقص 0 ناقص 2 قال لي او 2 ناقص 0 سالب 1 ناقص 3 بطرح اي نقطه من الف ج بص الالف وبص الجيم ادي الف وجيم 0 ناقص 1 سالب 1 ناقص سالب 1 ناقص 1 والآلة بالآلة بتاعتي الجميلة هدي وهدي وهدي عرفت تجيبهم يلا بينا 2 ناقص 1 1 تربيع 1 3 ناقص 1 2 تربيعها 4 قال لي طلعت جذر 5 طب واللي بعديها دي يا استاذ سالب 1 وسالب 3 سالب 4 تربيعها 16 ودي 4 و16 20 جبت جذر ال 20 طلع 2 جذر 5 دي 1 تربيعها 1 سالب 1 وسالب 1 سالب 2 تربيعها 4 و1 جذر 5 قال لي يا استاذ انت بتعمل كده بسرعه قلت له لا احنا اتفقنا ان انت بتوقف وانت بتشتغل بالاله وطلع الارقام بتاعتك وواحده واحده مخك برضه هيشتغل فيها قال لي هجمع مين يا استاذ قلت له فين الصغيرين مش هربع عشان مش عايز زوايا استقامه من غير تربيع استقامه من غير تربيع قال لي دول الصغيرين اجمعهم اجمع ده واجمع ده جذر 5 وجذر 5 ايه ده ده ب ج طلع بيساوي ا ب و ا ج ب ج ده ب ج ده الكبير بيساوي مجموع الاثنين دول ما جذر 5 وجذر 5 2 جذر 5 مش مصدقني اهي الاله اهي بص تعالى اجمعهم بالاله اجمع ده بالاله جذر 5 وطلعت بره بسهم زائد كمان جذر 5 طلعت كام طلع يعني مجموع طلع شبه ده برافو ما دام دول بيساووا بعض يبقى اذا النقط ألف وب وجيم على استقامة واحدة على استقامة واحدة قال لي جميلة ولذيذة لما يقول الاستقامة بجيب الثلاث أضلاع وبجمع الصغيرين من غير تربيع مش مسامحك مش مسامحك مش مسامحك لو حضرتك قعدت تتفرج عليا ومش بتوقف وبتحل بإيدك وبتجيب الأرقام بتاعتي دي بالآلة طب اثبت ان النقط دي رؤوس مثلث قلت له فهمهاني بيقول لي اثبت ان هي رؤوس مثلث يعني مش على استقامه هي نفس الخطوات بس مش هتطلع على استقامه واحده قلت له يعني قال لي يعني نجيب الثلاث اطوال وبدل بيقول لي اثبت يبقى انا عارف ان هم مش هيساووا بعض قال لي طب تعالى نقول ا ب بصيت ل ا وبصيت ل ب بالراحه قال لي حاضر 3 ناقص 2 وعليها تربيع 0 ناقص 2 وعليه تربيع يساوي طب ب ج 2 ناقص 0 تعال يا جميل 2 ناقص 0 وعليها تربيع زائد 2 ناقص 1 وركز وانت بتكتب وانت واخد بالك ان انا بسيب مسافات ومش بلزق الكلام في بعضه عشان ما اتلخبطش في الكتابه
ألف جيم 3 ناقص 0 أحلى 3 ناقص 0 0 ناقص 1 0 ناقص 1 وعليها تربيع. يلا نجيب كل حاجة لوحدها. قال لي الآلة اللذيذة الآلة اللذيذة، قال لي الجذر الجميل 3 ناقص 1 فين الجذر؟ كتبت الجذر 3 ناقص 2 1 تربيعه 1 زائد 0 ناقص 2 سالب 2 تربيعها 4. قال لي طلعت الأولانية بجذر 5. طب والتانية يا أستاذ؟ قال لي التانية يا أستاذ جذر برضو 2 ناقص 0 2 تربيعها 4 زائد 2 ناقص 1 1 تربيعه 1. قال لي برضو طلعت جذر 5. هات التالتة. قال لي يا أستاذ اعملها بالروح. قلت له حاضر يا باشمهندس. أدي جذر، هفتح قوس 3 ناقص 0 أهو 3 ناقص 0 وقفلت القوس وعليه تربيع زائد 0 ناقص 1. قلت له حاضر، أدي 0 ناقص 1 وقفلت القوس وعليه تربيع، طلع جذر 10. قال لي جذر 5 زائد جذر 5 جمعتهم ب 2 جذر 5، هل ده بيساويهم؟ قال لي لا ما بيساويهمش. قلت له يعني الكبير ما بيساويش يعني ألف جيم ما بيساويش ألف ب زائد ب جيم؟ قال لي لا دي جذر 10 ودول لما جمعتهم بالآلة طلع 2 جذر 5 مش هو الرقم. بدل مش هو الرقم يبقى ألف وب وجيم ليسوا على استقامة واحدة. قال لي يعني ايه يا استاذ؟ قلت له مش على استقامه واحده، في اتنين تحت وواحده. قال لي طب ما تقولها باسلوب تاني. قلت له اذا دي رؤوس مثلث وهو المطلوب اثباته، يبقى الف وب وج مش على استقامه، يعني التالته مش على استقامتهم، يا تحت يا فوق، يبقى مالهم؟ جميل. ادخل على موقع الخطه التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد، ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد. اثبت ان النقط دي برضو على استقامة واحدة. من الحاجات الجميلة ان انت تحل بالراحة وتوقف الحل وتحل وتراجع تاني معايا. ليه؟ عشان لو غلطت في غلطة اصلحها لك واحنا لسه في التدريب بتاعنا. قال لي طب يلا نقول جذر، ودي كمان جذر، ودي جذر تالت. الف ب، بصيت لالف وب، 3 ناقص 5 او 5 ناقص 3؟ حاضر يا جميل. 3 ناقص 4 او 4 ناقص 3؟ كلام جميل وزي العسل. قال لي بالآلة طلعت جذر 5. طب وبه جيم؟ به وجيم 7 ناقص 5، ولو كتبت 5 ناقص 7 كنت كاتبها كده برضو صح مش غلط، زائد 3 ناقص 2 او 2 ناقص 3 برضو صح مش غلط لو بدلت. وقلنا التبديل، قلنا التبديل ده عليه تربيع مش مشكلة. قال لي طلعت برضو بالآلة ألف به وألف جيم دي 3 ودي 7، اقول 7 ناقص 3 او 3 ناقص 7 وعليها تربيع. 4 و2 ادي 4 ناقص 2 وعليها تربيع. دي طلعت 4 تربيعها 16 ودي 20 طلعت كام؟ اجمع الصغيرين. يعني طلع ألف جيم، ألف جيم لما جمعت دول 2 جذر 5، ألف جيم لوحده بيساوي الاثنين دول؟ قلت له بيساوي ألف ب وب جيم، يبقى ألف وب وجيم علشان بيساوي يبقوا على استقامة واحدة. وأحلى حصة مع أحلى شباب قلنا فيها ثلاث حاجات. أول نقطة في الدرس بتاعنا في الحصة الجميلة بتاعتنا، البعد بين نقطتين بيساوي إيه البعد بين جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. دي كانت النقطة الأولى. قال لي النقطة الثانية اتكلمنا على المثلثات، إيه هي المثلثات؟ بيقول لي لو أضلاعه بجيب الثلاث أضلاع بيساوي بعض متساوي الأضلاع، اتنين بس متساوي الساقين، مفيش حاجة مختلف الأضلاع. طب لو قال لي زواياه قائم ولا حد ولا منفرد؟ بجيب الأضلاع وأربعها وبجمع الصغيرين، لو طلع الكبير شبههم بالتربيع يبقى قائم، لو هو أكبر منفرد، أقل يبقى حاد، وآخر حاجة استقامة، بجيب الأضلاع وبجمع الصغيرين من غير تربيع، لو طلع شبههم يبقوا على استقامة، ما كانش يبقى رؤوس مثلث. شكرا ليكم ونتقابل في أهم الأفكار ويلا بينا.